صباح الخير على أولادنا وبناتنا في كل مكان. صباح الخير عليكم من أم الدنيا مصر الحبيبة. هنكمل مصر والقضية الفلسطينية اللي بدأناها في حلقة التاريخ الأسبوع اللي قبل اللي فات، وشوفنا فيها إزاي مصر حاربت في فلسطين 48، وإزاي جه العدوان الثلاثي على مصر في 56 اللي انتهى بالفشل وتراجع القوات البريطانية والفرنسية من بورسعيد، وكمان رحلت القوات الإسرائيلية في أول 1957. بس هل حلم وطموح إسرائيل بتكوين دولة كبيرة في الشرق الأوسط هينتهي بهزيمتها في 56؟ أكيد لا. قدمت الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات لإسرائيل كبيرة جدا عشان تعدها لضربة في كل الدول العربية تقريبا اللي في محيطها، زي مصر، الأردن، فلسطين، وكمان سوريا. الضربة دي كانت في صباح 5 يونيو 67، فيما عرف تاريخيا بالعدوان الإسرائيلي 5 يونيو 67. ايه اللي حصل؟ ايه اسباب هذا العدوان؟ ازاي احنا خسرنا على اراضينا بدون ما نحارب؟ ازاي مصر اصرت على انها تنتفض وانها تعيد اراضيها؟ وازاي صممت ان ما اخذ بالقوة لا يسترد بغير قوة؟ وبدأنا نحارب في حرب الاستنزاف لحد ما بدأنا نعيد ثقة الجندي المصري تاني في نفسه علشان يعد نفسه الحرب اكتوبر 73. هو ده موضوعنا النهاردة مع العدوان الاسرائيلي 5 يونيو 67. تعالوا نشوف الولايات المتحدة الامريكية اللي قدمت مساعدات كبيرة لاسرائيل علشان تعدها وتهيئها للتخطيط للعدوان بعد فشل العدوان الثلاثي. أدركت إسرائيل أن القضاء على قوة مصر هو الأمر الواجب والضروري علشان تبدأ تحطم كل الدول العربية، فبدأت تستدرج الدول العربية الحرب غير مستعدين ليها تماما، وهي حرب 5 يونيو 67. قامت بحشد قواتها على الحدود بين مصر، بين إسرائيل وبين سوريا، وبدأت مصر تقول لا، أنا في اتفاقية دفاع مشترك بيني وبين سوريا، فبدأت مصر تعلن إنها هتساند سوريا طبقا لاتفاقية الدفاع المشترك بينها وبينها. راحت بدأت مصر تعد وإرسال تبعد تعد يعني ترسل قوات عسكرية لسيناء علشان تبدأ توديها لسوريا. في الوقت ده أعلنت إسرائيل إنها لازم يكون في قوات طوارئ دولية موجودة بين المنطقتين. بدأت مصر تقول لا، قوات الطوارئ دي لازم تنسحب من بعض النقاط. إسرائيل طبعا رفضت ده تماما، لكن مصر إحكاما للحصار الاقتصادي على إسرائيل أغلقت خليج العقبة في وجه الملاحة الإسرائيلية. والكلام ده كان في مايو سنة 67. يعني إيه الكلام ده؟ بدأت مصر تفكر، أنا إيه دلوقتي اللي ممكن يخليني أحكم الحصار الاقتصادي على إسرائيل؟ إيه المنفذ الوحيد لإسرائيل على البحر الأحمر؟ هو خليج العقبة. مصر بدأت تغلق خليج العقبة في وجه الملاحة الإسرائيلية، وده بسبب الحصار اللي فرضته العرب على إسرائيل. إسرائيل في الوقت ده بدأت تقول إن هي عمرها ما هتكون البادية بإعلان الحرب. يعني هنا أعلنت إسرائيل إنها لن تكون البادية بإطلاق النار ولا بالحرب على العرب. اطمأن العرب كتير، لكن إسرائيل فاجأت العرب في صباح 5 يونيو 67 بغارات مفاجأة على كل المطارات المصرية، وبدأت أحداث الحرب بتدمير المطارات المصرية بعد ما ضربت طياراتنا على الأرض من غير ما تطير. فقدت مصر سلاح جوي مهم جدا هو سلاح الطيران بتاعها، لكن بدأت مصر تعمل انتفاضة كبيرة، وهنشوف ازاي مصر بدأت تقف لإسرائيل. لكن نتيجة الضربة الجوية دي أصبحت مصر دون غطاء جوي يحميها. بدأت كمان إسرائيل تستولى على قطاع غزة، ووصلت حتى للضفة الشرقية لقناة السويس. خسرت جنودنا أعداد كبيرة جدا في سيناء. بدأت إسرائيل في الجبهة السورية تحتل هضبة الجولان، وتحتل فلسطين كلها، وتحتل الضفة الغربية لنهر الأردن. وبكده تكون إسرائيل نجحت في 5 يونيو 67 إن هي تضرب الدول العربية الأربعة: مصر، الأردن، سوريا، فلسطين. مصر احتلت فيها سيناء، الأردن فيها احتلت الضفة الغربية، فلسطين احتلتها كلها، سوريا احتلت فيها هضبة الجولان. يبقى لما يجي يقولي ايه النتائج المترتبة على عدوان 5 يونيو 67، افتكر ضرب الغطاء الجوي لمصر واحتلال سيناء، ضرب سوريا واحتلال هضبة الجولان، ضرب فلسطين واحتلالها كلها بما فيها قطاع غزة، وكمان الضفة الغربية لنهر الأردن. طيب ده شكل خريطة العدوان الإسرائيلي. الجزء اللي متلون باللون البينك ده هو الأراضي
الدولة اليهودية، والجزء اللي متلون باللون الأصفر ده هو الجزء الخاص بالأراضي المحتلة في 67، هي الأراضي الفلسطينية. ده الخريطة اللي كانت بعد حرب 67. طيب يا ترى ليه اتهزم العرب في حرب 5 يونيو 67؟ أول حاجة تفوق إسرائيل العسكري، خاصة في السلاح الخاص بيها وهو السلاح الجوي. إسرائيل لما ضربتنا في 65 في 5 يونيو 67 هي ضربت سلاح الطيران بتاعنا، فأصبحت هي الأعلى مننا تفوق جوي. استخدمت كمان عنصر المفاجأة بعد ما صورت بأجهزة التجسس الأمريكية بعض المواقع المهمة. مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية لإسرائيل سواء عسكريا أو اقتصاديا أو سياسيا ساعدها بشكل كبير جدا على إنها تكسب المعركة. يبقى تفوق إسرائيل العسكري، استخدام عنصر المساعدة، مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول أوروبا لإسرائيل عسكريا واقتصاديا وسياسيا، دي كانت أسباب لانتصار إسرائيل على العرب. طيب هل مفيش قرار دولي يوقف الحرب بين إسرائيل وبين الدول العربية؟ فين المنظمات الراعية للسلام؟ فين مجلس الأمن علشان يقول لإسرائيل رجعي الدول العربية تاني لأصحابها؟ فعلا تم إصدار قرار مجلس الأمن رقم 242 لسنة 67. القرار ده يا ترى قال إيه؟ القرار ده قال إنهاء حالة الحرب بين العرب وإسرائيل. طب كويس جدا، رائع وجميل، هننهي حالة الحرب، تفتكروا إسرائيل هتنفذ؟ هنشوف. قال احترام دول المنطقة على أراضيها، كل دولة تحترم الأراضي بتاعتها. قالت حرية الملاحة في الممرات الدولية وإنشاء مناطق منزوعة السلاح، نقصد بيها هنا المناطق المنزوعة السلاح هي الحدود المصرية الإسرائيلية وكمان الجزء الخاص بخليج العقبة وقناة السويس. تفتكروا إسرائيل ممكن تنفذ قرار مجلس الأمن؟ بالتأكيد لا. رفضت إسرائيل وتعنتت حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 242 لسنة 67، وده خلى مصر تعلن إن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير قوة، وبدأت تفكر أنا إزاي هبدأ أعيد بناء قوتي المسلحة؟ إزاي هعيد ثقة الجندي المصري تاني في نفسه؟ هو ده اللي بدأ الرئيس خالد الذكر جمال عبد الناصر يفكر فيه بعد هزيمتنا في 67. حرصت مصر على إعادة بناء قواتها المسلحة على أسس عقيدة قتالية بهدف إن هي تمحي آثار الهزيمة. وساعتها أعلن الرئيس جمال عبد الناصر إن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير قوة. طيب عملنا إيه؟ بدأت مصر تعيد تاني فكرة إن أنا هبني قواتي المسلحة. طيب قبل ما نروح لإعادة قواتنا المسلحة أو إعادتها لدورها تاني، تعالوا هحكي لكم كده قصة مؤتمر الحسنة اللي كان في أكتوبر سنة 68. المؤتمر ده على فكرة معلومة إسرائيلية، بس أنا بحب كل سنة لازم أفكر ولادي بالمؤتمر ده لأنه من المؤتمرات المهمة جدا اللي خلت إسرائيل تاخد كده صفعة كبيرة جدا على وجهها قدام كل العالم. ايه اللي حصل في المؤتمر ده؟ المؤتمر ده كان في اكتوبر 68، اتفقت اسرائيل مع الشيخ سالم الحرش احد مشايخ بدو سيناء، وبدأت تقوله انا هجيب كل المصورين اللي في العالم، بس انت قدام كل كاميرات العالم دي ابدأ بايع اسرائيل وقول ان اسرائيل ان في سيناء هي اراضي اسرائيلية، وإن عرب سيناء هم جزء لا يتجزأ من إسرائيل. في الوقت ده الشيخ سالم الحرش رحمة الله عليه راح بسرعة للمخابرات العامة المصرية وبدأ يقول لهم اللي دار بينهم وبين قوات الإسرائيلية. الرئيس جمال عبد الناصر قابل الشيخ سالم الحرش وقال له جاري إسرائيل في طلباتها، وقول لهم هاتوا الكاميرات بتاعتكم وهاتوا نجوم هوليود في الإخراج علشان يشاهدوا هذا الحدث الكبير جدا. وفعلا كان المؤتمر في أكتوبر 68، كل كاميرات العالم بتسجل اللحظة دي علشان تاخد كلمة واحدة بس من الشيخ سالم الحرش أكبر شيخ في قبائل سيناء علشان يقول قدام العالم كله إن سيناء أرض إسرائيلية. أول ما الكاميرا أخدت الشكل الإضاءي على الشيخ سالم الحرش وبدأ يتكلم الشيخ سالم الحرش، كانت النتيجة إنه قال إن سيناء أرض مصرية وجزء لا يتجزأ من الدولة المصرية تحت حكم الرئيس جمال عبد الناصر.
طبعا دي كانت صفعة كبيرة جدا على وجه إسرائيل قدام العالم كله، أن قبائل سيناء تحية كبيرة جدا ليهم، بيعترفوا أن سيناء جزء غالي جدا على الأراضي المصرية وجزء لا يتجزأ من الدولة المصرية اللي ليها حاكم واحد بس هو الرئيس جمال عبد الناصر آنذاك. فعشان كده مؤتمر الحسنة يا أولاد من المؤتمرات التاريخية المهمة جدا اللي مش ممكن أبدا التاريخ يمحيها لأبطالنا في سيناء من بدو عرب سيناء المصريين الأبطال اللي حافظوا على الأرض والعرض. هنا بدأنا نفكر إحنا عرب سيناء والمصريين اللي موجودين في سيناء هم جزء لا يتجزأ، يبقى لازم مصر يحصل لها عملية تماسك اجتماعي. المرحلة اللي بعد 67 من بالظبط من 68 لحد ما توقفت حرب الاستنزاف في 1970 دي كانت فترة تماسك اجتماعي كبير جدا للمصريين ولكل الأطياف المصرية. شفنا فيها بطولات سواء في معركة الصمود والتصدي أو في معركة حرب الاستنزاف. الفترة دي قسمناها من 68 لحد 69، المعركة دي كانت الصمود والتصدي. الفترة دي احنا صامدين جدا لإسرائيل ومتصدين علشان ما تتوغلش داخل الأراضي المصرية، تقف بس عند الضفة الشرقية للقناة. طيب عملنا ايه في السنتين دول؟ بدأنا نعمل تدمير للمدمرة الإسرائيلية إيلات، وده كان حدث كبير جدا والعالم كله اتكلم عنه بسبب طبعا بفضل أبطال البحرية المصرية. مصر بنت حائط صواريخ على الضفة الغربية لقناة السويس علشان تمنع اقتحام الطائرات الإسرائيلية لقلب مصر، فبالتالي ما تكشفش أي تدريبات بتحصل جوه مصر وإزاي إحنا هنستعد للحرب دي. يبقى في معركة الصمود والتصدي مصر عملت حرب مهمة جدا وهي كانت حرب على الأراضي المصرية، تمثلت في تدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات، ودي كانت مدمرة إسرائيلية كبيرة جدا بفضل زي ما قلت لكم القوات البحرية المصرية، وكمان بنينا حائط صواريخ على الضفة الغربية. ده صورة حقيقية لأبطال تدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات، تحية كبيرة جدا لأرواحهم. كمان زي ما قلت لكم كده مصر تكبدت فيها اسرائيل خسائر فادحه بسبب القوات المصريه في معركه كبيره اسمها معركه راس العش، ودي برضو كانت في معركه الصمود والتصدي. يبقى راس العش تدمير ايلات، كمان حائط الصواريخ على الضفه الغربيه لقناه السويس اللي منع اقتحام السماء المصريه. طيب المرحله الثانيه هي مرحله حرب الاستنزاف. نجحت مصر برضو في استكمال بناء حائط الصواريخ على الضفة الغربية للقناة علشان تمنع اختراق القوات الإسرائيلية للسماء المصرية، ودي كانت في الفترة ما بعد 68. وبدأت مصر تعد نفسها لحرب أكتوبر 73 لدرجة أن تحقيق النتائج الرائعة للقوات المصرية خلى إسرائيل تهتز وتهتز ثقتها بنفسها بشكل كبير جدا، لدرجة ان تدخل وزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية كان اسمه روجرز وبدأ يعلن مبادرة وقف اطلاق النار، وقف اطلاق النار بين مصر واسرائيل لحين حل نزاع بالطرق السلمية. توقفت هذه الحرب اللي هي حرب الاستنزاف بعد مبادرة روجرز علشان نبدأ نحل النزاع بالطرق السلمية، والكلام ده كان سنة 1970. مصر في مراحل بناء قواتها المسلحة سواء في الصمود والتصدي اللي كان فيها رأس العش وتدمير إيلات أو سواء حرب الاستنزاف اللي بنينا فيها حائط الصواريخ، شهدت بطولات كبيرة جدا على الأراضي المصرية زي الشهيد البطل عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وكان أحد الأعمدة الرئيسية اللي اعتمد فيها رئيس جمال عبد الناصر في إعادة قواتنا المسلحة، وأشهر شهداء مصر اللي استشهد في 9 مارس 1969، عشان كده بنعيد سنويا بعيد الشهيد. المشهد اللي بعده هو مشهد وفاة جمال عبد الناصر اللي توفي في 28 سبتمبر عام 1970 علشان يخلفه الرئيس السادات اللي تبدأ مرحلة كبيرة مصر هتعيشها هي حرب أكتوبر 73. يبقى احنا كده شفنا ازاي مصر حاربت في 5 يونيو 67، وازاي مصر اتضربت بشكل مفاجئ جدا وضربت المطارات المصرية وتم احتلال سيناء. شفنا ان مصر ما استسلمتش للهزيمة، مصر ما استسلمتش ابدا للهزيمة، وبدأت مصر تعيد بناء قواتها المسلحة. شفنا معركة الصمود والتصدي اللي شفنا فيها تدمير المدمرة الاسرائيلية ايلات ومعركة رأس العش، شفنا حرب الاستنزاف اللي بدأت فيها مصر تبني حائط صواريخ على الضفة الغربية للقناة علشان تمنع القوات الاسرائيلية من كشف السماء المصرية.
طيب مصر هتروح لحرب مجيده، هي حرب اكتوبر 73. تعالوا نفكر كده، ليه هنروح لحرب اكتوبر 73؟ هنروح لحرب اكتوبر 73 علشان اسرائيل هتنفذ قرار مجلس الامن؟ لا، اسرائيل هترفض كل نداءات السلام اللي نادى بيها مجلس الامن في قرار رقم 242 لسنه 67. مصر هتروح لحرب اكتوبر 73 علشان مصر محتاجه تمحي اثار الهزيمه في 67. يبقى احنا هنروح لحرب اكتوبر 73 علشان نمحي اثار هزيمه 67، علشان كمان نعيد كرامة الجندي المصري والجندي العربي، علشان رفض إسرائيل لكل نداءات السلام اللي نادى بها قرار مجلس الأمن رقم 242 لسنة 67. طب يا ترى حرب أكتوبر هتشهد بطولات كبيرة؟ هتشهد بطولات على الجبهة المصرية والجبهة الإسرائيلية. ما تنسوش ان اسرائيل كانت بتبني حائط، على حائط كبير جدا بيننا وبينها في سيناء، وهو خط اسمه خط بارليف. بدأت إسرائيل توهم العالم كله وخاصة المصريين بأن الخط ده اللي هو خط بارليف ده مستحيل أبدا أن العسكري المصري هيعديه، وبدأت تشتغل بشكل نفسي الحرب النفسية، اللي هو قالت لهم لو عديتوا القناة، القناة هتتحول لجمرة نار تحرق أي حد هيعدي جواها. طيب تفتكروا ده على الجبهة المصرية. على الجبهة السورية اللي مصر اتفقت مع سوريا انها تقوم في نفس الوقت بالحرب، كان في خط اسمه خط ألوان، وهو خط مماثل لخط بارليف. بدأت القيادة الموحدة المصرية السورية تتفق على معاد الحرب وعلى التخطيط للحرب بشكل جيد. المعاد والتخطيط كان يوم 6 أكتوبر عام 1973، العاشر من رمضان عام 1393. اليوم ده كان يوم تاريخي في تاريخ قواتنا المسلحة المصرية. ليه؟ لأن الجندي المصري استطاع عبور قناة السويس بأقل خسائر ممكنة. الجندي المصري هزم إسرائيل على شفا، وأصبحت إسرائيل على شفا جرف النهار، لأنه عبرت قواتنا المسلحة خط بارليف ودخلت القوات المسلحة بتاعتنا إلى عمق سيناء. في حرب أكتوبر 73 تم إعادة كرامة الجندي المصري والجندي العربي. في حرب أكتوبر 73 أدركنا أهمية التضامن العربي فيها أثناء الحرب، لأن كتير من الدول العربية تعاونت معنا سواء بالأموال، سواء بالأسلحة، سواء بقطع البترول عن إسرائيل والدول المساندة ليها، فكانت النتيجة هي هزيمة إسرائيل في حرب أكتوبر 73. كل ده هنحكيه بالتفصيل بشكل مفصل اكتر، بس كان لازم نقول لكم انه بعد حرب الاستنزاف كانت في حرب كبيره جدا شهدت للعالم كله براعه وصلابه الجندي المصري اللي كان بيحارب وهو صايم في شهر رمضان زي الايام المباركه اللي احنا بنعيشها دلوقتي. قد ايه الجندي المصري اثبت للعالم كله انه مفيش حد يقدر يقف قدامه، وقد ايه اثبتت العقيدة المصرية ان الارض هي العرض، الارض هي العرض، بمعنى انه مستحيل اي جندي مصري او اي مواطن مصري يفرط في اراضيه وهي سيناء. عشان كده بنقول ان حرب اكتوبر المجيدة كان يسبقها كتير من الاستعدادات الداخلية. الرئيس محمد انور السادات اصدر الدستور الدائم، الرئيس محمد انور السادات صف الخلافات العربية عشان يضمن وحدة الصف، الرئيس محمد أنور السادات رفع الرقابة على الصحف، كل دي إجراءات داخلية وإجراءات خارجية علشان نستعد لحرب أكتوبر اللي كانت على الجبهتين، الجبهة المصرية والجبهة السورية. انتصرنا في حرب أكتوبر 73، وتوقفت الحرب يوم 22 أكتوبر سنة 1973 بعد مبادرة بأيرتو من الولايات المتحدة الأمريكية، ووقفنا إطلاق النار يوم 22 أكتوبر عام 1973 علشان نشوف النتائج العظيمة لحرب أكتوبر 73، وهي إنهاء حالة اللا حرب واللا سلم. أثبتت إن مفيش حد بيقف قدام القتال أو الجندي المقاتل المصري. كمان حرب أكتوبر 73 أثبتت إن منطق القوة لا يمنح سلاما. حرب أكتوبر 73 أثبتت للعالم كله أنه لا حياة مع الحرب ولا حرب مع الحياة، بمعنى أنه إحنا مش هنستثمر أموالنا ولا جنودنا في حرب تستنزف أراضينا، بالعكس إحنا هنحارب لآخر شبر من أراضينا. حرب أكتوبر 73 أثبتت للعالم كله أن في دول محبة للسلام وفي دول عدوة للسلام زي إسرائيل. أثرت في العلاقات الإسرائيلية الكثير من الدول الأسيوية والإفريقية، كثير من الدول قطعت إسرائيل بسبب حرب 67 وما تلاها.
تم توقف زي ما قلت لكم الحرب، وكان في شخصيات مضيئة في حرب أكتوبر 73 زي المشير أحمد إسماعيل، زي الفريق عبد الغني الجمسي، زي المشير سعد الدين الشاذلي، كان ليهم أدوار كبيرة جدا في حرب أكتوبر 73 اللي كان بسببها انتصر الجندي المصري في هذه الحرب المباركة. حرب أكتوبر 73 من الحروب اللي بتدرس في العالم في كليات العسكرية في شتى دول العالم علشان تثبت براعة الجندي المصري. حرب أكتوبر 73 من أهم الحروب اللي خاضتها مصر في العصر الحديث، عشان كده بنقول إن هي اللي أظهرت أهمية وكفاءة الجندي المصري والعربي. في دروس مستفادة من حرب أكتوبر، أهمية سلاح البترول كسلاح استراتيجي، زي ما قلت لكم لما قطعت الدول العربية تصدير البترول للدول المساندة لإسرائيل، فكانت النتيجة هي أن العرب انتصروا في حرب أكتوبر 73. أظهرت كمان أن منطق القوة لا يمنح سلاما، عقيدة إسرائيل أن هي القوة الوحيدة في العالم وأنها جيش الله الذي لا يقهر، لا، المصري استطاع قهر الجندي الإسرائيلي وأسره في حرب أكتوبر 73. الحرب دي هي الحرب المجيدة اللي تلت حرب لا تقل عنها أهمية، وهي حرب الاستنزاف. يبقى احنا كده شفنا عدوان 5 يونيو 67، شفنا مرحلتي الصمود والتصدي وحرب الاستنزاف، وشفنا عجالة سريعة كده لحرب اكتوبر وازاي انتصر الجندي المصري في حرب اكتوبر 73 عن طريق الضربة الجوية الاولى لقواتنا المسلحة اللي استطاعت هدم العقيدة القتالية الاسرائيلية وهي سلاح الطيران. مصر قودت في حرب اكتوبر 73 العقيدة الاسرائيلية وهي سلاح الطيران، اللي كانت بتقول ان انا الوحيدة اللي عندي هذا السلاح. لا، مصر في اكتوبر 73 قودت، يعني هدمت اسس العقيدة القتالية واثبتت ان اسرائيل مش بس اللي بتمتلك سلاح جوي، لا، احنا كمان بنمتلك سلاح جوي قوي جدا. تعالوا نشوف ده بسرعة كده في شكل بقى نقاط رئيسية نروح ليها بشكل سريع. تعالوا نشوف الكلام ده علشان لو في نقطة مثلا محتاجين نضيفها، محتاجين نحط عليها سؤال، نبدأ نشتغل عليها بشكل مهاري. لو جينا سألنا كده سؤال، ما رأيك في دور العرب في حرب أكتوبر 1973؟ تعالوا كده نفكر، دور العرب في حرب أكتوبر 73 كان دورا مشرفا، لأنه تضامن العرب مع المصريين والسوريين في حرب أكتوبر 73، وكانت النتيجة هي هزيمة إسرائيل في هذه الحرب. تعالوا نشوف كمان الجزء الخاص بالدور الإسرائيلي ودور الولايات المتحدة الأمريكية في دعم إسرائيل أثناء الحرب. الولايات المتحدة الأمريكية دعمت إسرائيل أثناء الحرب بأكثر من حاجة. إسرائيل أخذت دعم من الولايات المتحدة الأمريكية في شكل مساعدات عاجلة، أخذت سلاح طيران، أخذت عن طريق سلاح الطيران بتاعها عملت جسر جوي نقلت فيه بسرعة المعدات والأسلحة والجنود. كمان أخذت إسرائيل من الولايات المتحدة الأمريكية أجهزة استخبارات استطاعت بيها اختراق ثغرة الدفرسوار. دي برضو من الحاجات المهمة جدا. إسرائيل كانت على طول بترتمي زي ما بنقول للولايات المتحدة الأمريكية وبتروح تقولها انقذيني بسرعة. أيضا إسرائيل لما بدأت تحس أنها خلاص اتهزمت في حرب أكتوبر 73 بدأت تطلب من الولايات المتحدة الأمريكية أن هي تصدر أو تتدخل في إصدار قرار مجلس الأمن علشان توقف حرب أكتوبر 73، وفعلا توقفت الحرب بيوم 22 أكتوبر عام 1973. دي برضو من النقاط المهمة جدا اللي المفروض نبقى عارفينها في حرب أكتوبر 73. تعالوا كده بسرعة نشوف الجزء الخاص بالحرب وإزاي إحنا استطعنا إن إحنا ننتصر على إسرائيل بشكل كبير. حرب أكتوبر 73 صمم زي ما قلت لكم العنصر المصري والعنصر السوري على إزالة أثار العدوان ورفض إسرائيل لكل نداءات السلام، ده كان سبب الحرب زي ما احنا شايفين كده. احنا هنروح على الشاشة بسرعة علشان ولادنا يبقوا أخدوا الجزء ده كامل. كمان مصر بدأت تعد جبهة داخلية، بدأت ترفع الرقابة على الصحف، بدأت تصدر دستور 71، ألغت الإجراءات المقيدة للحريات، قضت على مراكز القوة، كمان بدأت تجهز الجيش المصري بأحدث الأسلحة. مهدت الضربة الجوية الأولى اللي قام بيها سلاح الطيران، في الوقت ده كان محمد حسني مبارك وهو الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية، بدأ يضرب الضربة الجوية الأولى بتاعته، فده ساعد سلاح المدفعية على أنه يعبر قوات المسلحة لقناة السويس، ودمرنا خط بارليف في 6 ساعات، زي ما قلنا كده أسطورة إسرائيل أنه مش حدش هيقدر يعدي. كمان انتشرت القوات المصرية على الضفة الشرقية وتم رفع العلم المصري عليها،
وتم أسر الكثير من قوات الاحتلال البريطاني وحطمنا الاحتلال الإسرائيلي، وتحطمنا كثير من الطائرات والمعدات العسكرية، وسطر الجيش المصري أعظم انتصاراته في البر والبحر والجو. ده شكل قواتنا المسلحة وهي بتعبر القناة من الضفة الغربية للضفة الشرقية وبقينا في عمق سيناء. ده مشهد تاريخي لأسر الكثير والمئات من الجنود الإسرائيليين في حرب أكتوبر 73. ده شكل تخطيطي إزاي عبرت قواتنا المسلحة خط بارليف وإزاي بدأنا نبقى في عمق سيناء. ده أيضا بعد ما دخلنا جوه سيناء. ده شكل الهجوم، بدأت الهجوم من القوات المصرية والقوات السورية زي ما قلنا لكم. في نفس الوقت عبرت الطائرات السورية واندفعت المدافع على خط ألوان اللي احنا قلنا ده خط مطابق لخط بارليف الموجود في مصر. دارت المعارك بين الطيران الإسرائيلي والطيران السوري. استمرت إسرائيل في ان هي بتخترق الدفاعات وتدمر كتير من الأسلحة الإسرائيلية في الوقت ده. خسر العدو أعداد كبيرة من الجنود والطائرات. طلبت إسرائيل مساعدات عاجلة من الولايات المتحدة الأمريكية. طيب دور الدعم العربي بقى، زي ما احنا قلنا في بعض الدول العربية شاركت بالمال والسلاح زي العراق، الجزائر، ليبيا، الأردن، المغرب، السعودية، السودان، الكويت، تونس. كل دي دول عربية شاركت معانا في الحرب بشكل عسكري. وفي بعض الدول العربية ادتنا دعم مادي زي السعودية وزي الجزائر وزي الإمارات. دي بعض المساعدات العاجلة. كمان اجتمع وزراء النفط في الكويت وخفضوا انتاج البترول في العالم، وبعد كده حظروا تصديره للولايات المتحدة الأمريكية لما طلب الرئيس الأمريكي مساعدات عاجلة لإسرائيل. دي كانت نقطة مهمة جدا وفاصلة في حرب أكتوبر 73. كمان الولايات المتحدة الأمريكية عملت جسر جوي علشان تدي مساعدات عاجلة لإسرائيل. كمان ادتها مساعدات مالية وقدمت لها معلومات استخباراتية ساعدتها على اختراق ثغرة الدفرسوار في الجيش الثاني الميداني عندنا في السويس. كمان الولايات المتحدة الأمريكية اجتمعت في مجلس الأمن وأصدرت قرار رقم 338 اللي بينص زي ما قلت لكم على وقف جميع الأعمال الحربية اعتبارا من يوم 22 أكتوبر. قبلت مصر القرار وبدأت نبحث في هذه المفاوضات علشان نعمل بعد كده اتفاقية السلام. في الصحف المصرية بعض الوثائق عبرنا القناة ورفعنا علم مصر. قواتنا تتقدم وتأثر وترد الهجوم المضاد، نقصد بيها هنا الهجوم اللي كان بيحاول إسرائيل إنها ترده. طب يا ترى النقاط بقى الأساسية في النتائج والدروس المستفادة، زي ما قلنا نقطة تحول كبيرة في الصراع العربي الإسرائيلي أثبتت إن منطق القوة لا يمنح سلاما، تحطيم أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر، تقويض أسس العقيدة القتالية الإسرائيلية اللي نقصد بيها هنا سلاح الطيران، إنهاء حالة اللا حرب واللا سلم، أفسحت المجال للمفاوضات السلمية السياسية من منطق القوة العربية، منطق الانتصار وليس منطق الهزيمة. كمان انتهاء نظرية الأمن الاستراتيجي، كانت دايما إسرائيل تقول إنه أنا ورايا خط دفاع قوي جدا هو خط بارليف. ده بالنسبة لي أمان لأنه مصر مش تقدر تعديه، فأنا كده في أمان في سيناء. لكن لما عبرنا القناة حطمنا هذه الأسطورة الإسرائيلية وبدأنا نحطم فكرة ان هم في امن استراتيجي وان هي عندها نظرية امن استراتيجي لان احنا عبرنا وحطمنا خط بارليف. دي كانت من ابرز واهم النتائج ودروس المستفادة. طيب كمان عندنا درس مستفاد وهو سلاح البترول. اظهرت حرب اكتوبر اهمية سلاح البترول بشكل كبير جدا، هو سلاح النفط العربي. كمان أثرت في العلاقات الدول المحبة للسلام، في دول كثيرة في آسيا وأوروبا وإفريقيا قطعت إسرائيل أو قاطعت إسرائيل بسبب هذه الحرب لأنها ظهرت قدام العالم بأن هي دولة غير راعية للسلام. طيب من ضمن الشخصيات المضيئة في حرب أكتوبر 73 هي البطل المشير أحمد إسماعيل. تعالوا نشوف صورة المشير أحمد إسماعيل ونشوف أهم الأعمال اللي كان بيتولاها أثناء الحرب. المشير أحمد إسماعيل هو الذي تولى القيادة العامة الموحدة للقوات المصرية في مصر وسوريا، وكان مدير المخابرات العامة، وبعد كده بقى وزير حربية وقائد للقوات المسلحة. اتولى التخطيط والتنسيق على الجبهتين المصرية والسورية بدقة ومهارة عالية جدا. كمان قاد فكرة أو قصة الخداع الاستراتيجي عشان يصرف إسرائيل على إن احنا رايحين نحارب. كان دايما يودي الجنود بعدين يسحبهم، يودي الجنود ميدان القتال ويسحبهم تاني، ويكتب في الصحف إن قواتنا المسلحة، يعني يقول للصحف المصرية تكتب إن قواتنا المسلحة راح تعمل عمرة شهر رمضان. فبدأ يدير هذا الخداع الاستراتيجي بشكل مهاري كبير جدا.
لدرجه ان اسرائيل لما كانت بتقرا الصحف المصريه، ده الناس دي راحت تعمل عمره رمضان، مستحيل انها تحارب. وكمان لما كان بيروح يودي الجنود ويسحبهم، يودي الجنود ويسحبهم، دخلنا جوه قلب اسرائيل وجدانها ان احنا مش هنقدر نحارب. فاللي قاد هذه الخطه ببراعه شديده جدا هو المشير احمد اسماعيل. كمان حصل على اعلى وسام عسكري وهو نجمه سيناء. هذا الوسام هو اعلى الاوسام العسكريه اللي بتمنح للقاده اللي شاركوا في حروب فعليه. ده كان البطل المشير احمد اسماعيل. تعالوا نروح للفريق سعد الدين الشاذلي. اختاروا رئيس السادات رحمة الله عليه انه عشان يكون رئيس لأركان حرب القوات المسلحة في الفترة من 71 لحد 73. شارك كمان في تطوير القوات المسلحة ووضع فكرة وخطة الهجوم لقناة السويس، وكمان تدمير خط بارليف. تم تكريمه في الذكرى 39، وتم منح اسمه قلادة النيل العظمى. اخر ابطالنا هو الفريق محمد عبد الغني الجمسي، شغل منصب رئيس عمليات القوات المسلحه، وبعد كده كان رئيس لاركان حرب القوات المسلحه في ديسمبر 73، يعني بعد انتهاء حرب اكتوبر 73. دي ابطالنا اللي كتبوا اساميهم بحروف من نور في تاريخ مصر الحديث، ودافعوا عن الارض والعرض. مسؤوليتك انت النهارده انك تكمل رايه هؤلاء الابطال وتحافظ على ارضك وحدودك المصريه. كنت سعيدة جدا معاكم النهاردة، أنا إلاريا عاطف، وأشوفكم في حلقة تانية. إلى اللقاء.